على سلامتكم ومرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو. قبل ما نبدا في الفيديو تاع اليوم، عجبتكم لا فيديو ديروا لايك بارطاجيوها، حتى ما عجبتكمش تعجب غيركم. واللي ماشي مابوني من فضلك ابوني واكتيفي لا كلوج هكذا باش كي ندير فيديو تلحقك. في الفيديو السابق هدرت على الشدة اللمسانية اللي معترف بها في اليونسكو، وبما أن بديت بالشدة تاع التلمسان يعني بديت بمنطقة الوهراني يعني بلوغاني، واللوغاني معروفة بالشدة اللمسانية وبالبلايز بالبلوزة. في الغرب كل منطقة عندها البلوزة المختصة بها، وفي الفيديو تاع اليوم احنا نهدرو على البلوزة. البلوزة الوهرانية هو لباس تقليدي خاص بمنطقة الغرب الجزائري، وهي تمثل علاقة وهوية المرأة بالمنطقة الوهرانية. ظهرت البلوزة في القرن 16 بمنطقة الغرب، ويعتقد أن البلوزة الوهرانية في الأصل مستوحاة من شدة اللمسانية، يعني التي انسبيري من شدة اللمسانية اللي كانوا يسموها بكري ببلوزة سيدي بومدين. مع الوقت رجعت لباس خاص، يعني الايتي سبيسيفي ولات سبيسيال، وهكذا انتشرت في الجزائر كامل وحتى بمنطقة وجدة المغربية. وتعتبر البلوزة الوهرانية مصدر استلهام للعديد من الألبسة الأخرى، يعني كانت نقطة انطلاق للعديد من الألبسة واحدة أخرى، ومنها البلوزة الوجدية تاع المغرب. البلوزة هي قماش أو كما نقوله بالعامية كتان، يتخاط به الثوب يعني تخيط به الروبا، ويزيدوا عليه صدر مطرز مرصع ولا مزين بالأرابيسك الأحجار الملونة ومعبي بالخرز والعقيق، وكاين حتى اللي تطرز بطرز خاص ويكون أغلى الأنواع في مجال الأقمشة، يعني قماش أوت جام، وتكون بصدر مفتوح حتى الكتاف بشكل قوس، وهذا ما يعرف بالكولباتو. وفي العادة البلوزة تجي بالأكمام قصيرة يعني دومي مانش، ويزيدوا لها الحزام ولا الحزامة اللي يكون في أغلب الأحيان شبه لشكل الصدر، يعني الموتيف ولا الرسم ولا الألوان اللي يكونوا في الصدر نصيبوه في الحزام وحتى الأكمام. وكاين النساء اللي يفضلوا أنهم يلبسوا حزام من ذهب ولا من فضة، وتحت هذا الثوب يعني تحت هذا القماش تلبس المرأة لباس واحد آخر تكون خفيفة ويقولوا لها بالعمية الجلطيطة، ولا بعبارة أخرى تكون كومين دوبلوغ، لا دوبلوغ تاعها تكون رهيفة وخفيفة وتكون من نفس القماش تقريبا كما القماش اللي خيطت به البلوزة، حتى يكونوا طون سيغ طون باش ما يكونش بزاف لا ديفيرونس، باش ما تكونش بزاف اختلاف كبير. يعني هذا القماش هذا لا دوبلوغ ولا هذا الجلطيطة رايحة تستر من الداخل، لأن في غالب الأحيان القماش اللي تخيط به البلوزة يكون نوعا ما شفاف، يعني رايحة تستر البلوزة تعتبر ان دوبلوغ. ويختلف هذا اللباس حسب نوع القماش وحسب طريقة تقطيع القماش، يعني في الفصالة وتطريز الصدر والكمام، يعني كل مرأة كيفاش تحب تكون لا دوبلوغ تاع البلوزة ديالها. طورت البلوزة ولات كل مرأة تتمنى تلبسها، حتى أن مصممات الأزياء تفنوا باش يطوروها ورجعوها هي المفضلة عند بزاف النساء بصفة عامة على مستوى تراب منطقة الوهراني، وهذا بالرغم من مرور سنوات والأعوام. في وقتنا الحالي بقات المرأة الوهرانية خاصة اللي يسكنوا في ولايات الغرب الجزائري بما فيها تلمسان، سيدي بلعباس، غليزان، عين تيموشن، مستغانم، معسكر، تعطي أهمية كبيرة لهذا اللباس، لأن البلوزة تتلبس في أغلبية المناسبات ودخلت بزاف في العادات وتقاليد الجهة الغربية، وهذا علما بأن لكل ولاية عاداتها وتقاليدها الخاصة بها. بهذا نكونوا كملنا الموضوع تاع اليوم، ونقول لكم يعطيكم الصحة اللي شفتوا لا فيديو حتى للآخر. أكيد اللي مازال ما تابوناش ما تنساش تابوني، ولا عجبتك لا فيديو ما تنسانيش باللايك. بما أنه الفيديوهات هذوما راهم يهضروا على اللباس التقليدي الجزائري، ديروا لي لايك باش طلع لا فيديو وتبارطاجيو على أوسع نطاق، يعني لو ماكسيموم بوسيبل، حتى يلحق اللباس تاعنا التقليدي الجزائري إلى العالمية. وأنا أفتخر بالتقاليد والعادات والألبسة وكل ما هو جزائري محلي. مازال فيديوهات راهم جايين اللي راح نهضر فيهم على ألبسة وتقاليد تاع مناطق واحد اخرين، وهكذا ما نخلو حتى منطقة. ويعطيكم الصحة اللي شفتوا لا فيديو حتى الاخير، وبقاو على خير. سلام.